السلام عليكم. مع هالفيديو بغيت نجاوب على السيده اللي قالت لك روسيا ما غاديش تجوش بالمغربي. انا اصل ديالي تركيا، ولكن انا زدت في سويسرا وكبرت في سويسرا. واخا اصل ديالي تركيا، انا ما عشت في تركيا، ما عشت بزاف، تنمشي باكونس صافي. مشيت المغرب وعشت في المغرب امين اونس. اللي بغيت نوصل مع هذا الفيديو اختي، انا اصل ديالي سويسريه، انا ماشي مغربيه، وتزوجت ولد بلادكم، تزوجت واحد مغربي من 04 وهاي شابي، ورجل رجلي ديالهم ماشي مسخين، هاوجو ماشي خانزين، يعني الحمد لله تبارك الله. تعرف شحال من لورا عايشه في سويسرا، المات شحال من لورات تبارك الله. مهم راجل عندك كلمه معايا. انا ما طحت بيا المغربي، ما قلتش انا تركيا وما كنجوش مغربي، لا بالعكس، هو تيطلع فيا الحمد لله فريمون، تيوري ليا مغاربه رجال فريمون. عندي واحد راجل راجلونس ومكي، زعما عندك كلمه معايا فريمون. الحمد لله عايشين بخير الحمد لله. وانا راجلي تيعجبو الطيب ديالي، قلت لي الروسين ما غاديش يطيبوا لك رفيسة ولا كسكس ولا لحم برقوق، حشومة ليك. شي واحد بغى تعلم شي حاجة غادي يعلم، راه انا علمت كسكسو رفيسة لحم برقوق. هو كاين السمن ديال المغرب كما كتشوفوا، ديال هادي ديال العيشة ديال الكونفيتير. مهم دخلت السمن كنطيبها بالكسكسو، ولا كندير نسيت هذوك سميات، هذا كندير مع لحم برقوق ولا مع الطاجين. يعني الحمد لله علمت شويه، وعلمت الهضره الدارجه المغربي. ها هو كاين القصريه ديال الكسكسو كما كتشوفي. مهم الحمد لله راجلي فرحانه بالطياب ديالي. راه اي واحد عنده رزق بيد الله، ماشي رزق بيد بنادم، رزق بيد الله. ما كتعرفيش اش قد تجوجي واحد روسية، قد تجوجي واحد اخر. تبارك الله كنعرف مغاربه اللي مجوجين روسيات والحمد لله عايشين بخير على خير. راه اي واحد يجرب الرزق ديالو. هادشي اللي بغيت نوصلك يا اختي، وما تقلقيش مني، ولكن فريمون انا فرحانه بزاف. ما راجلي مغربي، راجل اونس، رجلي ماشي خازين، ماشي مسخين، حوج ماشي مسخين الحمد لله. كاين بنادم قارين ولا ماشي قارين وداروا شي حاجه في حياتهم، راه ما كتعرفيش اش كاين تحت حيات. المهم هادشي بغيت نوصل لكم. انا ماشي مغربيه، انا تركيه، وكنقول لكم شكرا بزاف والله يعاونكم.